أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نتناول سيرة المطربة جوليا بطرس. جوليا بطرس هي مطربة لبنانية ولدت في بيروت عام 1968. اشتهرت بأغانيها الوطنية الملتزمة التي دعمت حركات المقاومة في الوطن العربي. بدأت مسيرتها الفنية مبكرا من خلال إطلاق ألبوم غنائي بعنوان سي لا في في عام 1982، والذي كتبه الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني. تأثرت جوليا بالأحداث السياسية والعسكرية في لبنان والوطن العربي، فغيرت خطها الغنائي ليلائم تطلعات شعوب المنطقة. ومن أشهر أغانيها غابة شمس الحق التي لحنها شقيقها زياد بطرس. وخلال مسيرتها الفنية حصلت جوليا على عدة جوائز تقديرية من لبنان ودول عربية أخرى نظير أعمالها الفنية الوطنية. استمرت جوليا في إصدار الألبومات الغنائية في التسعينيات وما بعدها، مثل حكاية عنب 1990 ويا قصص 1994 والقرار 1996 والعديد من الألبومات الناجحة. تزوجت جوليا بطرس من إلياس أبو صعب عام 1996 وأنجبت طفلين هما طارق وسامر، ويشغل زوجها حاليا منصب وزير في الحكومة اللبنانية. جوليا بطرس فنانة لبنانية مولودة في العاصمة بيروت عام 1968. أثرت جوليا عن موهبتها الغنائية منذ الصغر، وكان أول ألبوم غنائي لها باللغة الفرنسية أطلقته عام 1982. اشتهرت جوليا بأغانيها الوطنية في مقدمتها غابة شمس الحق، وعرفت أيضا بموقفها المساندة لحركة المقاومة في الوطن العربي. هي من مواليد 31 مارس عام 1968. ترعرعت جوليا في كنف عائلتها المكونة من أبويها شقيقها زياد وشقيقها صوفي، وتلقت جوليا تعليمها في مدرسة رهبات الوردية، وهناك ظهرت موهبتها المبكرة وانضمت إلى جوقة المدرسة لتصبح مغنية فيها. تزوجت جوليا بطرس من إلياس أبو صعب عام 1996 وانجبت منه طفلين هما طارق وسام. أما من حيث ديانة جوليا بطرس واعتقاداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة مسيحية من الروم الأرثوذكس. في عام 2000 منحها رئيس جمهورية لبنان وسام الأرز نظير أعمالها الوطنية داعمة للمقاومة. شقيقتها صوفي تعمل في مجال الإخراج. ساهم شقيقها زياد بطرس في تلحين عدد كبير من أعمالها الفنية. يشغل زوجها حاليا منصب وزير في الحكومة اللبنانية. أشهر أقوال جوليا بطرس: التربية التي أخذتها من أهلي والبيئة المحيطة فيه فرضت علي أني أحسن إلى من يحسن، أفكر اللي يفكر فيه، وأني أعتنق عقائد وأفكار، وأن يكون عندي إيمان بكاس أمور لليوم. ما خلق غابة شمس الحق من الصدفة، عشتها وحرقتني حتى قلتها. نظرتي للأمور هي ذاتها، والإيمان ذاته، القناعة والتفكير ذاته، ولكن طريقة التعبير ممكن تختلف. قد كانت موهبة جوليا الغنائية بادية منذ طفولتها، وكان من الطبيعي أن تدخل الوسط الفني مبكرا، فأطلقت أول ألبوم غنائي لها بعنوان سي إي لا في، وكان هذا الألبوم من تأليف الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني وتلحينه أيضا. كان لبنان والوطن العربي عموما يمران بأوضاع سياسية وعسكرية خطيرة في تلك الفترة، يأتي مقدمتها الغزو الإسرائيلي للبنان، وبالطبع تأثرت جوليا بذلك تأثرا كبيرا، فقررت اتباع خط غنائي يعبر عن تطلعات الشعوب ويكون ناطقا بلسانها، فأطلقت أغنيتها الشهيرة غابة شمس الحق التي لاقت صدى كبير بين أوساط الجمهور. كانت هذه الأغنية أول ما غنته جوليا باللغة العربية، وهي من ألحان شقيقها زياد بطرس. ساهمت أغنية غابة شمس الحق في انتشار شعبية جوليا في مختلف بلدان الوطن العربي، ورسخت سمعتها بصفتها مطربة ملتزمة بقضايا وطنها. وأطلقت جوليا بطرس في عام 1987 ألبوما غنائيا ثانيا بعنوان وين مسافر، وتضمن عددا من الأغاني الرومانسية والوطنية. عاشت جوليا بطرس في عقد التسعينيات من القرن الماضي فترة ازدهار على الصعيد الغنائي، إذ أطلقت خلاله عدد من الألبومات الغنائية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور. كان ألبومها الأول في عقد التسعينيات هو حكاية عتب الذي صدر عام 1999، وبعدها بثلاث سنوات وتحديدا عام 1994 أصدرت جوليا الألبوم يا قصص الذي حظيت أغانيه بإعجاب الجمهور وحقق نسبة مبيعات جديدة. وفي عام 1996 أطلقت جوليا ألبوما جديدا حمل عنوان القرار، أتبعته بألبوم آخر اسمه شي غريب عام 1998. شهد مطلع القرن الحادي والعشرين احتفال لبنان بتحرير منطقة الجنوب
من الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا كانت جوليا بطرس في طليعة الفنانين الذين باركوا هذا النصر واحتفوا به، فأقامت حفلا غنائيا في منطقة الجنوب. طرحت جوليا ألبوما جديدا بعنوان بصراحة عام 2001، ثم انتظرت 3 سنوات قبل أن تصدر ألبوما جديدا اسمه لا بأحلامك. تميز هذا الألبوم بأغانيه العاطفية الجميلة وحقق مبيعات نسبية بشكل كبير. وفي عام 2006 أطلقت جوليا ألبوما تعودنا عليك، وفي أوساط ذلك العام خاض لبنان حرب يوليو مع إسرائيل، مما تسبب في معاناته من خسائر مادية فادحة ودمار كبير، لحق بنية تحتية لعدد من المناطق. فعزمت جوليا على المساهمة في إعادة إعمار لبنان، لذا أطلقت ألبوم أحبائي وأحيت مجموعة من الحفلات الغنائية في عدة بلدان عربية. كان ربع تلك الحفلات عائدا إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب. وبعد مرور عام على إطلاق هذا المشروع، أعلنت جوليا أنها قد جمعت نحو 3 مليون دولار أمريكي. بعد توقف دام قرابة 5 سنوات، أعلنت جوليا بطرس عن طرح ألبوم غنائي جديد بعنوان على ما يبدو عام 2011. في العام التالي أطلقت ألبوما آخر اسمه يوما ما. أما آخر ألبومين غنائيين لها كان حكاية وطن عام 2014 ونمين عام 2016. وتلقت جوليا خلال مسيرتها الفنية عدة جوائز تقديرية من حقها لبنان وعدد من البلدان العربية الأخرى نظير أعمالها الفنية الوطنية. حصلت في عام 2000 على وسام الأرض في لبنان من رئيس الجمهورية لمساهمتها الفعالة في المقاومة خلال عملها في الفن، وهي من الفنانات الملتزمة التي تعتبر فخرا للبنان. إلى هنا نصل أيها الأعزاء لختام حلقتنا مع تحية سامي.